طبعا قبل ما نبدا نشوف الديزيزز اوف ذا كيدني اند يورينري سيستم عايزين نشوف النورمال هيستولوجي اوف ذا كيدني. ازاي يا جماعه نقدر نتعرف على شريحه الكيدني؟ طبعا انتوا عارفين ان الكيدني ديت مكونه من جلوميرولاي اند تيوبولز. شكل الجلوميرولاس المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا اللي انا بشاور عليه ده وده 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 ودي كل دول جلوميرولاي. الجلوميرولاس دي عباره عن ايه؟ الجلوميرولاس ديت عباره عن مجموعه من الكابيلاريز عملت كابيلاري تافت تجمع دخلوا عملوا انفجينيشن ان بومنز سبيس. دايما يا جماعه يشبهوا الجلوميرولاس يقول لك الجلوميرولاس ديت عامله زي كولي فلاور ستراكشر انسايد اسيست. لما نيجي نقول بالعربي كده بالبلدي بتاعنا يعني عامله زي ارنبيطه جوه فراغ ابيض جوه منطقه فاضيه. المناطق التانية الفراغات اللي احنا شايفينها اللي حوالين الجلوميرولاي ديت عبارة عن التيوبولز اوف ذا كيدني. والتيوبولز بتاعت الكيدني بقى في عندنا البروكسيمال والديستال والكوليكتنج تيوبولز. يبقى اذا شكل الكيدني مميز بوجود الجلوميرولاي اند تيوبولز. في نقطة يا جماعة عايزين ناخد بالناها برضو في موضوع الجلوميرولاي هنشوفها ان شاء الله بالهاي باور واقول لكم عليها. قبل كده عايزين نشوف المنظر ده. طبعا الاجزاء اللي هي لونها بينك دي الانترستيشال تيشو اوف ذا كيدني، دي الحشوه اللي بتعمل سبورت للجلوميرولاي والتيوبولز. طبعا دي جلوميرولاس دي جلوميرولاس دي جلوميرولاس دي جلوميرولاس بس وقعت مع تقطيع الشريحه، ديت كلها تيوبولز، الفراغات البيضاء ديت تيوبولز. عايزين نبص كده بالهاي باور على الجلوميرولاس، نيجي في حته زي دي مثلا ونكبر الجلوميرولاس بالهاي باور ونشوف شكلها. بصوا يا جماعه لما تيجي تبص على الجلوميرولاس تحت الميكروسكوب بالهاي باور هتلاقي عندك الكابيلاري تافت اللي موجود دايما جرانيولار دايما منقط. ليه؟ لان نيوكليتد وفي خلايا. الموضوع ده يهمنا جدا على فكره، بيبان باللو باور يعني بالميكروسكوب ممكن تشوف الكلام ده واضح باللو باور برضو. التنقيط ده لو اختفى التنقيط اللي موجود في الجلوميرولاس يعني النيوكلاي اختفت معناها ان الجلوميرولاس ده في ديزيز في مشكله خطيره. الجلوميرولاس ده يا جماعه هيفقد الفانكشن. تخيل الخلايا اللي موجوده بتاعت البلاد فيسل ما عادتش موجوده والنيوكلاي مش موجوده، يعني يا اما الجلوميرولاس ده مات حصل فيه نيكروزز يا اما بيكش بيحصل فيه اتروفي يا اما بدا يحصل فيها هالينوزز او فايبروز. يعني اذا في مشكله خطيره جدا في الكيدني هتحصل لو فقدنا التنقيط النقط اللي هي اللي موجوده جوه الجلوميرولاس. يبقى دايما نقول كده ثاني الجلوميرولاس ده عباره عن ارنبيطه كده اهوت منقطه موجوده جوه فراغ ابيض اللي هو البومنز سبيس. لو تلاحظ ان البومنز سبيس هنا لاين باي اندوثيليوم تلاقي عندك فيه فلات سيلز موجوده هنا في الاطراف واضحه جدا. طبعا كل ديت تيوبولز، ولو تلاحظ عندك كيوبويدال ابيثيليوم عامل اللايننج بتاع تيوبولز، وده طبعا انترستيشال تيشو اوف ذا كيدني. ذس از جلوميرولاي اوف ذا كيدني. ما ينفعش يا جماعه دي برده جلوميرولاس ثاني اهوت جوه بومنز سبيس كبير خالص وحواليها تيوبولز. الكلام ده كله بالهاي باور. نرجع تاني للو باور نبص اوفر فيو. ده المنظر بتاع الكيدني يا جماعه. عيب قوي نبقى في سنه ثالثه وما نقدرش نعمل ايدنتيفيكيشن لسلايد ان ذا كيدني. خلاص يبقى اذا دي نقطه مهمه قبل ما نبدا في ديزيزز اوف جلوميرولاي اند كيدني.